الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ المزيد، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. تسمائر تسير كشاف سورة مزمل سر سورة مدس بكم إن شاء الله حتى كدري خدام يسرك. سورة سورة المزمل مكية لمكة مكرمة نازل بيها حتى دبي اقرأ باسم ربك الذي خلق دبي ويدا نازل بيها يعني إلك آياتك خد تعالى پیغمبر عليه الصلاة والسلام را القرآن نازل كريه هذي يجي جوان آياتي أول سورة وهي السورة 19 أو 20 آية نوستا ويا بس آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب رب مي أم عبدتنا تجمر يا دمجيبي هل عنايات أمشتا يا دم توفيق أمشتا تخوزن مرة يا دم بكي فهم أو جمر النصيب بكي ما بقرآن بكلام خوي اسكنا ويد قلب مدى تشيب كي حطا حدود أخو بلا ومصيبة السلم ومسلمانا متابع دراك. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل سر آية سورة بنداية خلق عالم قاضي حضرت رسول أكرم عليه الصلاة والسلام لك يا أذك قد جلادا اتمش كريه يعني كو بشارت يد جلادا خلق عالم بخازكي قبياج پیغمبر قرآ عليه الصلاة والسلام بيجه حبيبي قرا حتى انها مكلفة بتبليغ رسالة النبوي تبوي مكلفة بتبليغ رسالة اوان اشتي كباري او اشتر حتى تاكو هاب تاكو الجلادة دورتيا داكو بعد جليا يفد شارت خو رادكتي اشتر حد دكر ات خلق عالم مدبكي ام مدد درواسبو أرتت پیغمبر خداي عليه الصلاة والسلام وت مكلف بتبليغ رسالة خداي خدا جرد بك أي أبيكو حتى نيا خد ارتي دا بشارتي ارتمشكي ويا خد خلق خداي ارتمشكي ويا خوي خو ارتمشكي قم الليل سبحو خايم كبطاعة عبادة خداي خو او قم الليل نصفه نيفشه يعني نيفشه اگر شب 12 ساعت با 6 ساعت وی بطاعته بعبادته بالمج دروازه او انقص منه ياخذ جنيدي تشكي كم كا خليلا تشتك هندك جنيدي كم كا او يزيد عليه يا لسر نذي تشتك ذيدك يعني برابا سلسان نبيه ورتل القرآن أو قرآن كلام يا ربي تي وجترى نازل دبا أو يا هيدي هيدي حرف حرف بخينكي بهيدي بونكي وسا وحرف وكلمة وإنسان كل بيت تبل تسع بك كاربا بجميرا كهربا جيفان بك تدقيق بك تحقيق بك بيان هذه تفسير أبوز مخشري رحمه الله أبي تشب بيجا قال دبدا كلامك يوير نخل شيء خوزيكي قلان مش نكر نعما كريه معرفة تشب بيجا المذمل المتذمل إشارة دكيكي مزمل متزينا وشجع شدية إتا
متزمل تزمل يتزمل افتعل اجتمع والحاصل دبر دا شما يتزمل سيدة تزمل ننهو تزمل يوم أظن أم يكجي متطوعية يكجي متطوعية تفعل أري إذا قال مصابة بتشكيل بيجي يعني كتير زيني دا دغم ببا إيه ساكنة قالت ألفا وصل بيشيها بقولوا كبير دغم كرني وإذا دغم إيت زملة يعني قلبا تذكي بزيني زيني دغم تكي وإجا تأليف لاما ميمي فرانتيني سيدا تأليف دابد بيتشي مزمل يعني تقول مزمل مزمل معنى متزمل يعني أبيت كل جلال أبيت النسل يقول جلال هو قبول كلي يعني هنك أبيت النسل يا أبي أو أبي كل تذمل في ثيابي أي تلفت خلفان بيا بيها بجلا إجاد بي مزمل بإدغام التاي في زاي يعني تريك دستغفي دا جي مقو وقتا كو تي وزين زال فلان كل لقاي هببا تي اكتعالي دزيني دا قلبا بزيني دبا دزيني دا تي دغم كرني وكيفي دراني كما ونحو بنزي المزملو المدسرو اوجي مدسرو يا قلب تركي بضالي دالي دالي دغم تكتب المتدسري اوجي تولا وقرئ المتذمل جاتق يا ايها المتذمل الاصلي قلب تينكي بزي بخوين تي بخوين والمذمل بتخفيف الزاي وفتح الميم مذمل وكسر مزمل 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 على انه المزمل اسم فاعل او اسم مفعول من زمله وهو الذي زمله معنى زمله الشيء الذي زمله واتمش كريا يعني وجلا والجلا لفاندي غيره غيري واللفاندي الجلا أو ذمل نفسه يا ويخ الجلا لفاندي يعني جلا ويخ لفاندي فكي أبيات شد بيجا يعني خد تعالى رسول خرى عليه الصلاة والسلام دبي أبيكو خد جلادا يعني خب جلا ارتمش كريا وبازلانديا ويا رازايا يعني وكي كنت عمر عليه الصلاة والسلام حضرت علي را ديت جامي دارات كذا دبينا كل سب جاني ينكي خليها بي دبي أبا ترا إذا خلق عالم يجي دهران كذا پیغمبر مر عليه الصلاة والسلام دا دبي أيها المزمل يعني كتشي دبي كي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما بالليل بشري وادكت متذملا في قطيفه خو ارتدكر دي جلا كو دعوت السرخو خو دويدا قطدك يعني سرخو قطدك فنبها ونوديا رسول خدا حتى شعر كرين كي يعني خدا جيركو كي أرتر زماني كنت استرحاد بكي بشري جلال غوكي بشري راكي أو زمان قدية و حتى قادي پیغمبر عليه الصلاة والسلام فنبيا ونوديا حتى قادي كرني أما أذيا كلمة كي تبيجا مو كلمة قرآن مشناك پیغمبر ما حتى قادي كرني بوي مايكو دوی تشتی هیجان رسول خدا زیده دکه یعنی که دوی که خدا زیده حتی نا تو نه مکلف به رسالت نی بوی جناب پیدا تو مکلف به رسالت
او ارتيا كتا في رادكتي اطر اوي مسألة قدية الحالة التي كان عليها او حالتك بيغمبر السليبية من التذمل خوذ شرطية في قطيتته دي ارتيا خدا واستعدادي وحاضر كرناوي للاستثقالي في النوم كد خويدا القرام بك والخويدا بمينة ايا خد تعالى رسول اخرى او جيرغوكي ارتق اويا او درم مثلا دعوة حياة بري قدية سنعب دا حياتك دنا تي اواكي دنكا مشغول بي وعيب بي كما يفعل من لا يهمه اويا جتكينا عباس كوتية تشتي كسكي كو امركي ينمي ناقره وتشاكي لا يعني هي سوى كذا خوي هاي ويشتكي تنا اولاد كذا حتى الشغاقي يعني حاشا تشتي وسانينا يعني كو وسافز مخشريسة تصوير كبيرة يعني خود تعالى شبيغمبر عليه الصلاة والسلام ردبيكي أطغ أو حالي باري دورما باري درجة بردة أو دورم خدية تمكلتي بنبوتي شبكي خدا قازي كده قلت يا أيها المدسر يا أيها المزمل بقازي كلنا خدا جيرا أو يعني كاشية تشريف وتعظيمة وتكريم أجبو بيغمبري أخرى نابك التاجين وفلان بيبان وقنا ما بها مال سيدا از بي واري دا سيد دبجة دبي خدا وقتش بيغمبر روسا قو قو قم قو رابع بيان سلام رابو كتا أساس ترشي كتا لبيكا قو و يك ساعت كي بيستو سي سالة يك ساعت كي يك روش كي يك قاوة كي سستايي نشان ندا و نگو يا ربي از رعت بومه ان نكارم اندي في باري جمد دينه بيستو سي سالة حتى وفات كل بره امري خدا ده حاضر لغ يدام مل كريم لازم بله هندك تشكتر بي هندك سيدا بله كريم كريم بورم از بني والله جيكش در بما اف اعرابا ونودي بما يهجن اليه الحالة يا ين الحالة هو والله سيدا ما وان كلمة ما قوة من ناخوين نناد عربا ويدمي عربا ويدمي عربا ويدمي عربا ويدمي الحالتو عرب كريا اما بما يهجن اليه يعني بما يعيب عليه الحالة التي يعني وكان نصبا شتر منطق ليته سيدا دمي فعبك راجب بل الله ربك الحالتين نصبين قوين ناشي بل ألا ترى حقيقة موسيا يعني أفرتي أو بلاوباليتية دي بالي ألا ترى إلى قولي زيرم قولي زيرم ويجيكو أرتيتي قافت كرنا أدنابا جلادا وراكتن حتى شفاقي أذيانك لاوباليتية وكذيات بجي وكأن تخطت ناقتي من مفاذة ومن نائم عن ليلها متزملي وكاين يعني وكبي وكام جلك بر تخطط في الكرية ناقتي ناقطة من تخطط من مفازة جلك واللينك يا لينك عفيت يا دوام بتشولا دا يعني بريفتشيه جالك بريفتشيه بشريدا ومن مفادة كائن تخطت ناقتي من مفادة ومن نائم عن ليلها وفر تخطت من مفادة وتخطت من نائم يعني بسر ايكو راكتيكو عن ليلة الشبا تشولي متذملي وكو ارتيكي ليا رازايا دوام يلا بساد سروانا درباش بيا وشخورا كم تنبل تنبل ويقوي لا درازاني دا شخورا زماني خود درباش كرنا اما دوام دريدا بشوي درباش بيا قال لكي وسا حركات كريا وشبا خود بري درباش كريا دبران نکات اجی متزملین دمک یعنی اوی کو خود جلیدا
بيتشاي وقابات كيريا يعني كو تنبلة أخو الجلال أرتمش كيريا أخو الجلالة بيتشاي مالي يريدو إرادة كيكو يعني معنى چه چه قصدك الكسلان المتقاعش الذي لا ينهض في معاظم الأمور إرادة كيكو الكسلان الذي أو تنبليك المتقاعش إهمال كاريك لا ينهض رمابة في معاظم الأمور أمر بزندا وكفاية الخطوب ودي كفاية تشتيك ولاي مولاي دي كفاية طوان دا رابب رانابة دمكي معنوية دا ولا يحمل نفسه وحملناك نفسه المشاق الزحمتي والمتاعب زورتي ونحوه بنزري فانا لنفسه تحملناك يعني وكي خدا جيروتي كي يعني أبيل ستعبيدا أبوز مخشري قلتك يعني بي تنبلي و بي كسلانيا قد أمر مزندا و ديش مزندا قرانا بن أرض أويا دونا وقديا در جوانا تبردي دي تبلغات أمر إلهي كلام خدا تبقيني بسر خلقي و تبلغاتي سيدة أو نحو هو أون ولا سيدة ولا يحمل نفسه المشاق والمتاعب ونحوه يا سيدة ونحوه يعني وك بنزري اه يا اشيد يا ونحو بنزري دي شعري شعر كاتب اه بنزري دي شعري شعر كاتب او شعر جاء شهدا اذا ما نام ليل الهوجلي فأتت به حوش الفؤاد مبطنا سهدا إذا ما نام الليل الهوجلي هكو في شرانكا أديا جنككي أجل نظر إسلامي بريد دولة إسلامية نظر إسلامي أجل نخوش بها أجل شبه أفند ميرككي دينكا ويدرابين ويدرابين سنك دبيكي ميركي مني عول والله قرب تعبتك بك ديوك يا أبي تبكى هورو تبكى برموتي بكشي نبوزي أبي ميركي أنا قال يترك جنك هناك أو جنك درابين جنك درابين درابين أن يتزانك خلاص بو يا جنك دبيكي أبي جنك يعني قاكوش في إشي هانكرا حاضر نبوما وبزوري أمن بزور أخو أني أدي إشي مراكرية يعني التكلفة زولما زول مكري يا بسبيه كل في زولما بي إزنا بيرك أوها فلان ب إيش كي شيء ب وسبي شيء ب وان سبي أنا كبر بعقلتين أشتري خبر زده إجاد بيك فأت به إتياني كير أفيجن كي به بسبي كي أوي سبي أنا ك حوش الفؤادي خلبي بيرزكية مبطنا زكيوي تلفاري بشيشكو ببنينة زكيوي بتشيه دائما سهدن شباخو بأو درباستك يعني بيخو درباستك إذا ما نام ليل الهوجلي وقتاكو إذا ما نام وقتاكو كوراكا إذا ما نام ليل الهوجلي شبا أو إنسانكو يعني أحمق وعقل سزة تنبلة وقتك الشبا وراكبة أي لوكي كجوي ميركي كمربان يا تشيبية أو يعني كالظلام تيوسا يكو راكتنا ويتونة تأكد الشبانة دائما ماني شوري ويتبني تنجي ودايا ودائما الشبا يعني أف سهدان ديسا بمعنى تيه يعني كل شبابه بيخلد أرباس كرنا وفي أمثالهم دي أمثال عربة دا يتشتكي واهية أف يعني كجي أف ملك جيديسا أف جي مثلا جناية دي جنانية جناسية جيانية دي بريق ورا قوتة تهاري بردبا وكيريا بردبا
إجا يعني قال سروي ويكريا بردبا خبر دادن أوردا سعد وسعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد بالإبل بي والله أوردا سعد سعد دبا براضي فقط وسعد مشتمل سعد جلي ويلي وجلي خد داناني حبو حبو خد دبا بدا آبي بدا داريوان الفلان بكا سعد ظلام كي وساني بو يعني ظلام كل كربة دبا بشيرين او دبا بدا وساني بو ما كذا تورد يا سعد الابن بدي او اي كمال جلي خد دانينا وآبي ند داري دبا حبو حبو وان واما مرد ما بينا سر آبي بيا او اي مال دبا ناينا سر آبي خادش شاد برد اجي أولاد سعد مشتمل كد بيجا أبد يعني كو جل لغول كريا يعني تنبلا نكارا شبكا نكارا كتان حقي دبانا يدري فذمه شعر زمه وكريا بالاشتمال بكتائه باشتمال بجل خو وجعل ذلك ديا قراندية خلاف الجلدي والكيسي خلاف ميراني وخلاف عقل يعني انسان كمير وعقل به قلت لك عملك غير نادا خد جدينه وهات شيخو وظيفاقو شيخو سلامات واني لا رسول خدا عليه الصلاة والسلام يا ايها المزمل قل هات امركرني بان يختار على الهجود التهجد اختيار بك رسول خدا عليه الصلاة والسلام لسد بشبه راكتني اختياريات تهجد بك يعني بشبه لميجا شبه بك وعلى التذمل وعطى أمر كن رسول خدا لسد جلال خوك خباشي لتبني يعتقد عطى أمر كن التشمر وبجدين والتخفف وإلى عطب السر شبه إلى سيدة أو قد بجي وأميرا بأن يطالع على الهجود وعلى التزمل بأن يختار أو أميرا سيدة ولا يعطب إيش إلى تقوله سيدة جملة ابتدائية سيدة جملة ابتدائية فعلش در دسفتك جملة ابتدائية وأمر بأن يختار على التهجد إن كان ولا فرد ما قبل الشعراء شيء سيدة ابتدائية أطفال سر بيشية دا نبيها 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 وأمر ولا على راضي بتمام بس ويوم أطفال سر وبي نعم على راضي للعبادة والتخفف وخفيف كالعبادة والمجاهدة في الله لا جرم كتك واها تامر كنيش أن رسول الله صلى الله عليه وآله وجميع أصحابه وسلم في غنبري خدا قد تشمر لذلك مع أصحابه وجخوي التركرين وجبو طاعته لمشكرين وجبو تبليغ أمر خديرا خجبو بيارا شدندن قال يا أصحابي حق التشمل يعني يا رب خلق عالمي بقندي تجابونا عرض وعصمان عرش وكرسي وجنات ورحمة خدا صلاة والسلام بسر بيغمبر من مبا كوي تبليغ جمارة كريان بالدين يريد أنا مسلمان جزاء الله عنا خيرا يا ربي من؟ نقبل على وانجي إخبالكم على إحياء ليالهم شبه صحابي في غنبر خدا لست شبه بشي درباس كرين بطاعته درباس كرين ورفدوا له وتركرين له تركرين جراء ست تركرين الرقادة والدعتة تركة قوي كرين وتركة استرحتي كرين وتجاهدوا فيه مجادلك بحق خدادا حتى انتفخت اقدامهم حتى رسول خدا وصحابيه لنجوان ورمي واسترت الوانهم بشذي كنكي بشذ
رانكتن تتعدى مان ومان رنجي وان زربون وظهرت السما في وجوه سما في وجوه من أثر السجود دبيا أو السما دو وجه وان دا ظهر بو وترامى أمرهم إلى حد رحمهم هم له ربهم وأمر وان شوب بال حدك با حدودك يوسا شوب بال درمك يوسا با كرحمه لهم كرحميك جوان را جبوي ربهم ربوان جوان را رحميك تخفف عنهم جوان تخفيفه كر إذا خلط طالب نسو سلسو أو وقيل خلق يقولتيا أبي قيلا نسغلما چنكي أبي أولي قرآن النزول أتشتكوه بجا حضرت عائشة دوي زماني دا يا عائشة هي يا تنية يعني كل بنزري هنا وقيل كان رسول خدا عليه الصلاة والسلام متزملا أو ذكر يعني أتمش ذكر في مرت في مرت بجلك لعائشة رضي الله تعالى عنها يصلي پیغمبر ما وجل لمشكل فهو على هنا ليس يعني بريكوبسن بني جهو الثناء عليه مدح لسر رسول خدا وتحسين لحال التي كان عليها أو حال پیغمبر عليه الصلاة والسلام السرية وأمر عطيه بأمركني بأن يدوم على ذلك الدوام السر في حال بك يعني خذ بجلا بسرنا واتمش بك قال ميجا خذ دومك ويواظب عليه ودومك السر في حال فقد تابك أبيات بشتك هجرتا ببال مدينة منورة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدث ديامة عائشة رازوجية وجيب شنة پیغمبر بشاره رابیه شبل میشکرن عایشه را نبیه دیام عایشه بوی مقدار اکی جلا کل سری بیه اینکی سری بیه اینکی جی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام پی خورت میشکر پیل میشکر از غلام ام لمیجا شبه و وی سوری یعنی علاقوی حسد عایشه به هفت تنه ها يعني عسى عجلة جاك بيرانا زوجي بيا كوزوجي بيا أبي سوري مكية ما أنا أقول مكية إيكال مكية يعني أنا عايش خد وقت استيابي شو لأسناء كو وحي نازل تبع حدث عايشة في البناية يعني يعني رسول الله وقتك حضرت عائشة شش سالية شش سالية أولي وعيد مكي شش سال سيزدى ششا دركت شش دركت ما حد صلا بريكو عائشة بالدنيا دي أبي أبي ولا يجي شو هو جبنا أمي بيلو ما قد يقبل لنا من كلامك دريك جاء قالت ديما قلت يا رضي الله تعالى عنها وعن جميع أزواج رسول الله وجميع أصحاب رسول الله قالت كان مرتا كقماش كبير جلة كبير طوله 14 ذراعا درجة ياوي 4 ذراع بيه نصف علي وأنا نائمة نذل سلم بيه ركتي بما ونصف نذيجي علي سبي غنبر بيه وهو رسول قضاء يصلي لمشتك فسئل ديما ديسا سؤال كرمي ما كان يعني افتشبي افتي تشابي تشكوكاي تشبي قال ديما قوتيه والله بخدي صندوقهم كي ابي اوتيانيكا ما كان خزا يعني ايبك نبي ما كان خزا ايبك نبي ولا قزا خزبيه ونقز بيه يعني كل شيء خام يبكي يعني يبكي في خامة يعني أغنكرنا ويأغنكرنا ويأخذ يعني خام يبكي الحصن ولا مرعزة
ومرعزا جنية مرعزا يعني كو أو برشا بزنا تبني دا كون كوانا يا برنرنا أو جنية مرعزا كونكا بزنا بجنا تبني برشا بزنا دا أو جنية أو يا برنرنا أو جنية ولا إبليس من هذيش مقال جنية ولا صوفا هري جنية كان سداه شعرا وسداه يعني دروتناوي ويبيا ولحمته وبرا و يعني اوكيوي كوشتيوي يعني كو فرياويجي فرشا دريد قيل وقيل قيل قوتيا دخل على خديجة پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام آدیا سالمه داخل بیا بال سیدنا خدیجه دا وقد جیئت فرقه وقد جیئت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ترسیه فرقم بترساندینگی گلک ترسیه چونکه ایلک وحیه تیجره اول ما اتاو جبریل ایلک و حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام ماتیه با پیغمبر پیغمبر داخل با عائشه با خدیجه دیامبیه پیغمبر خدا وسا ترسیه گلک ترسه کی مزن و بابا دیرو و بابا دیر رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی اعدای وی بابا دیرو ترعدو دلرزی یعنی بابا دیر اساس او گوشت نبینا الملكو وستيدا دوي غوشتي غوسا او دمار هنا فلان او انا نك دلرزي اي پیغمبر عليه الصلاه والسلام فقال رسول خدا عليه الصلاه والسلام زملوني زملوني دغو من خيمه يعني تيكن بشر اند بني جلادا من بشر من بنا خيمه وحسب من بنا خيمه من بنا خيمه من بنا خيمه من بنا خيمه وحسب في عمل التخمين بكل شيء أنه عرض له شيء يعني عجب تشكيل في غنبر عليه الصلاة والسلام را قيدا بيه يعني كو تشكيله قيدا بيه فشيه كما هو شيء بو فبينما هو على ذلك قام توي حالي كل با ديام خديجة ورسول خدا هاتنا وحيه تصاوي شيء بيه وجاني ودلرسه تام توي عريضا إذ ناداه جبريل حديث جبرائيل عليه الصلاة والسلام داري پیغمبر خدا كير جرقو يا أيها المزمي يا أبي كتا خب جلي يا كتا خب جلي كت كتيد يا تاغي تجل عبي تسرخو أي أبي أوها رابا قم فأنزي قم وربك قم أسرعة تشبو يا أيها المزمي قم فأنزي وربك فكمي قم الليل إلى قليلا سيدا يا أيها المدسر أبيه قم الليل إلى قليلا رابع شغل مشك إلى عندك شفينا وعن عكرمة رضي الله عنه أن المعنى يا أيها الذي ذمل أمرا عظيما يا أي پیغمبرك هاتيا حمل كرني هاتيا لتكرني أمرك فرمزن أي حملي له هاتي حمل كنة الفيغمبر يا خدا وزملو الحمل هاتي باركرني وإزدمله احتمله تحمل كنية قبول كنية وقرية قم الليلة قمو بضم الميمي وفتحية قم الليلة شبو متابعة قافي دمية بياج دمي دخيني وقم الليلة جبوك لقطة ساكنة عطية ميم ساكنة أمره إلى جبو أخفي حركة مدايكي فتحية قال عثمان ابن جني عثمان ابن جني قلتها الغرض بهذه الحركة بغراء حركة ميمي غاية هي التبلغ بها وبيشتاندنا بذي حركة أم بيجين ببال أم حرفة بيغيرا ساكنة أم بوي تلفظ بك حربا من التقاء الساكنين رضا كميم ساكن الإفلام ساكن جبوبي لقابون ساكنة عن طرف أم حميمي حركة تدنيكي
يلا مجهول متابعته فاي يا جي فتحة أخذ حركات. فبأي الحركات تحرك فقد وقع الغلط. تمكي جا حركة حركة بكي غرض شد به. تمكثي جمكي جا حركة ساكن وحركة بالكسر. أما طبيعي قراءة ساكنة وايد. قم الليل نصفه أم نصفه بدل من الليل. قم الليل شذي خايمك لمشك بدل شذي ذي نصفه ونير شذي يعني شذي تكب دبل ما نير جيب المجد تدرس وإلا قليلان استثناء من النصف قم الليل نصفه إلا قليلا إلا جنيذيهن دكتر هن جنيذيهن كبابش كأنه قال وكي خدا وجب قم أقل من نصف الليل قائم بك هن دكتر يعني بشكي هن دكتر نيري الشبع جنيذي الشبع هن دكتر يعني شب دوزة ساعة شش ساعة هن دكتر والضمير في منه عليه ضمير منه عليه أهل تجي أو أنا للنصر ضمير منه وأبا عليه أهل تجي رجل بالنصر والمعنى معنى يزيد به التخيير بين أمرين خلق عالم پیغمبر عليه الصلاة والسلام الشعبية ومخير كذا بين الدكتشار بين أن يقوم أقل من نصف الليل قائم ببا الاندكتري جنيد الشبيع على البت قطعية له وبين أن يختار أحد الأمرين ودنا بين رسول خدا يكجد دو أمرا ششمش بك وما وكيه وما النقصان من النص النقصان من النص وزيادة عليه كما يا جنيدي جنيدي كيمك ويا نيدي زيدك أظن يا نيدي يا جي جنيدي كيم ويا جنيدي زيدك نوصا وما من أخيك باختار أحد لهم جاد يأكد وما النقصان من النص كما يا جنيدي وزيادة عليه زيادات سن بله تمام يعني يا نيدي شبه يعني ve şevet eşhus rabi ya jenivi kemtir yazletir Seyda Avtom çene bir kutbeje akalla min nisf al-leyli yan ve ihtiyar bika yan nakhwa ya di ihtiyar bika ya di ji an-nuqsanu min al-nisf au an-nuqsanu min al-nisf au jid ve akalla min nisf al-leyli yani اختياري لازمات نوبينا تتشتي معارضة هذا الشيء بي جاء أظهر دو دبن ياك ترى على البتية بلي بين أمليني بأن يقوم أقل من نصف الليل على البتية قطعية لدي سكين وبين أن يختار أحد الأمليني يقول جددية ياك وما أو جددية ياك النقصان من النصف أو زيارة عني اما او بد اوات هدي نادر كلمه او يخ نادر وان شئت جعلت نصعو بدلا من قليلا نصعو بك بدل قليلا قم الليل قليلا قم الليل ايات شوايا قم الليل الا قليلا بدلش بي قليلا نصفه قم الليل الا قليلا نصفه قم الليل شذي قائمك إلا قليلا إلا عندك نا بدأت بشبه عندك واجي نصفه نيدي بنا يا نيدي بنا نيدي بك نيدي نك يعني. تمام وإن شئت جعلت نصفه بدلا من قليلا وكان تخيرا ويقعد بين سلاسي ستشتا بين قيام النص بتمامه تمام تمام نيدي وبين قيام الناقص منه ناقص جنستي تمام وبين قيام الزاد عليه تمام راس خش وإنما وصف النصر بالقلة لذي أوجي هندك جنيدي كيمكا نيدي هندك دبجة نيدي هندك وصلا نيدي بقلة كما تكرني وصف النصر بالقلة بنسبة إلى الكل بنسبة
استاذ بال تمام شبي بقى المتاكي اللي دي عندك شبي عندك شبي راست قم اقل من نصف الليل قائم با عندك ترجني للشبي قم الليل الا قليلا نصفه سيدان. واذا ابدلت النصف من الليل دكتور شي وان شئت قلت وان شئت ضغطي بدري وان شئت قلت لما كان معنا قم الليل الا قليلا نصفه وان شئت قلت اوت بتشي وبيجي لما كان معنا قم الليل الا قليلا نصفه معنا ذي اذا ابدلت النصف من الليل نسو ابدلت النصف من الليل قم الليل بدل شبش ليلي بقى نصفه معنى قم الليل الا قليلا نصفه كنت نسوتك بدل ليلي اذا بدلت ابدلت النصف من الليل وقع بمعنى قم اقل من نصف الليل وقع رجع الضمير في منه وعليه ضمير راجع الى الاقل من النصف طبيعي يا غلام راجي يعني قال اقل من نصف چونكي النصف بدلي چي بدلي ليلي اوي قوي فكانه قيل قم اقل من نصف الليل بصا شن ما زانيش من غلام ام دي من قم الليل الا قليل من نصفه تو نصفه تو كي بدلش بيش ليلي با بدلش بيش ليلي با نصف شبي ايتا الا قليلا يجي استثناء كريه كنت الا قليلا يجي استثناء كريه او شغي نيف شبه تم نا كببري جنيف شبه كيم فرد كببري او خل انقص من ذلك الاقل اها يا قايم ببا هندك ترجري هندكي مالي او اديد منه قليلا يا هنكي جوي زيرتر هندكي زيرتر مالي فيكون التخير فيما وراء النصيب غير جنسي بينك وبين الثلثي او تشغي بصاتشت با يعني دنا بين نيف الشري ودنا بين سيكش دنا بين شدا دنا بين ما وراء النصي ودنا بين الثلثي ده ما وراء النصي كتبو ما وراء بغير النصي كو زيد عليه بو او ينقص منو جا الثلثي يا الله سيدا اتوضا بس رويس شو شو ازولام اه والله هيش مايا وابي فين قلت سيدا ماما مايا حش دقه جمرا تقرا شو بباري تمام ويجوز اذا ابدلت نصفه من خليلان وفسرته جائزة ابدلت نصفه من خليلان نصفك بدل خليلان تمام وفسرته به وتفصيل نصيب قليلا لك جائزة أن تجعل خليلا الثاني قليلا دي الثاني بمعنى نصف النصي يعني قليلا دي تمكي معنى نيلي نيلي وهو الربع كان قيل أو ينقص منه قليلا نصفه تشكي هندك زي كم كان نصفه نيلي ويكيمك نيلي نيلي كتشية ربع شادي ربع تمام ويجوز وتجعل المزيد وتجعل المزيد وتجعل المزيد وتجعل المزيد على هذا على هذا القليل على هذا القليل يعني الربع في بكرني نصف الربع يعني تأوجه مالي ربع ويا نيلي ربع كان قيل او زيد عليه قليلا نصفه نيلي ربع ويجوز ان تجعل زياده لكونها زياده مطلقه تتمه الثلثي تبقى كي تتمه الثلثي زياده يعني زياده لسر الثلثي فيكون تخيرا بين النصف والثلثي والربع ويقابل تبقى تخيرا بين نيفي سلس مرب كان رسول الله مخير يدنا بين نيفي سلس اما اساس الله رسول الله شواكريا ديالنا مالي اسامكم الله